هذا وتعمل وزارة التنمية الاجتماعية على حماية وصون حقوق الطفل من خلال مركز حماية الطفل الذي تم إنشاؤه في عام 2007 لحماية الأطفال حتى سن 18 عاما في حال تعرضهم للخطر أو سوء المعاملة. استراتيجية وطنية متكاملة أطلقتها مملكة البحرين للطفولة للسنوات 2023-2027، فندت فيها عددا من البنود الجوهرية لحماية وصون حقوق الطفل. فهذه الاستراتيجية تنفذ التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، الداعية للاهتمام بالمواطن البحريني على كافة المستويات وتبني البرامج والمبادرات الرامية إلى العناية بالطفل وتقديم كل الرعاية للنشأ. وزارة التنمية الاجتماعية مركز يسمى مركز حماية الطفل، وهي الجهة المركزية في حماية الأطفال وإيوائهم من تعرضهم للخطر وتعرضهم لسوء المعاملة، حيث أن المركز يعمل على مدار 24 ساعة ويوجد به خط ساخن رقم 998 يتلقى البلاغات والشكاوى الخاصة بالأطفال المعرضين للخطر والمعرضين لسوء معاملة. من ميزات هذه الخط أن الكل يقدر يوصل له ويتصل له، سواء كانوا الأطفال أو العاملين في شغل الطفولة أو حتى أولياء الأمور. يوجد لمركز حماية الطفل مجلس إدارة تكون من عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة بمجال الطفولة، وكذلك جمعيتين معنيين بالطفولة، حيث أن مجلس إدارة مركز حماية الطفل يقوم بوضع السياسة العامة والاستراتيجيات والخطط، وكذلك إعداد البرامج والدورات التدريبية للعاملين في مجال الطفولة وكذلك الأطفال. مشاريع مختلفة ومتعددة في مملكة البحرين موجهة وبشكل مباشر للطفولة، والتي تساهم في توفير بيئة مشجعة لتنفيذ مبادئ الحماية والرعاية والتنمية للطفل. وخطت المملكة خطوات رائدة في مجال حماية ورعاية الطفل عبر عدد من المبادرات والإجراءات. تم تدشين الاستراتيجية الوطنية للطفولة في عام 2023، كما أن في سنة 2024 تم إطلاق حملة وطنية لحماية الأطفال من الابتزاز الإلكتروني حماية، وشاركت فيها العديد من الجهات الحكومية المعنية بمجال الطفولة وكذلك النيابة العامة والسلطة القضائية، حيث أن الحملة تهدف لحماية الأطفال من الابتزاز الإلكتروني وتوعيتهم وتوعية أولياء الأمور والعاملين في مجال الطفولة، واللي بيّن لها صدى كبير في مملكة البحرين. مملكة البحرين لم تألو جهداً في حماية الطفولة من مختلف النواحي، فقد أصدرت التشريعات المنظمة لضمان حقوق الأطفال التي كفلها الدستور، كالحق في التعليم والصحة والترفيه وحضانة الأسرة، بجهود واضحة من قبل وزارة التنمية الاجتماعية، حيث نظم القانون اختصاصات مركز حماية الطفل التابع لوزارة التنمية الاجتماعية، وذلك من خلال تقديم الدعم والحماية في كافة الظروف. جهود حثيثة تقوم بها مملكة البحرين لحماية الطفولة حماية متكاملة تتولى العمل على صون حقوقهم ورعاية مصالحهم في ظل مجموعة من القوانين والمراكز المتخصصة التي تصب في مصلحة الطفل. خولة الجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.